الانتخابات الرئاسية الفرنسية انطلقت صباح اليوم جولة الحسم بين سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها المرشحان مارين لوبين زعيمة حزب الجبهة الوطنية ممثلة تيار اليمين المتطرف وإيمانويل ماكرون المرشح المستقل الشاب ووزير الاقتصاد السابق، وذلك بعد يوم من انطلاق عملية التصويت في سفارات وقنصليات فرنسا بمختلف دول العالم، وفتحت مقار الاقتراع أبوابها في تمام 8 صباح اليوم بتوقيت القاهرة في انتخابات هي الأهم في تاريخ فرنسا إن لم يكن في تاريخ أوروبا الحديث لما تشهده باريس من تحديات أمنية واقتصادية كبرى بعدما طالتها يد الإرهاب عدة مرات على مدار السنوات القليلة الماضية، ولما تشهده القارة العجوز من مخاطر جسيمة في مقدمتها خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي والدعوة لإجراءات ممثلة في دول أوروبية من بينها فرنسا نفسها. وفي نفس السياق أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن قوات استثنائية تقدر بأكثر من 50,000 شرطي ستقوم بتأمين الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية والتي يتم إجراءها في 67,000 مركز اقتراع، وأرسلت تعميما بهذا الشأن إلى جميع مديريات الأمن بفرنسا لاتخاذ التدابير الوقائية لتدخلات محتملة في حالة وجود صعوبات.